خوتي السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة ديال المسمن، شوفوا معايا الطريقة وانا اعطيكم دابا المقادير. عندنا واحد جبانية ديال القمح، وجوج جبابن ديال الفورس، شوية الملح وشوية الخميرة. يلا تابعوا معايا الفيديو. نشد الخلطة كل شيء، بعد ما دلكنا اخوتي دابا الخميرة ديالنا وداك الشيء، دابا نخليوها دابا واحد شوية خوتي. دابا نخليو العجينة واحد 10 دقائق ترتاح شوية، ومن بعد غادي نقطعوها. بعد ما خلينا اخوتي واحد 10 دقائق ارتاحت الخميرة ديالنا، غادي ندهنها بشوية الزيت ونبداو نقطعو فيها وداك الشيء. لاحظوا معايا الفيديو حتى الاخر. يلا خوتي دابا رجعنا لكم، دابا العجينة ديالنا راه واجدة وغنبداو في التكرات ديالها. تابعوا معنا الطريقة الأولى، اسمحوا لينا على التقديم راه شويه حنا ناقصن، والكوزينه عندنا حنا راه ديما ما عندنا زهر فيها، ديما الكوزينه اللي كريناها فهمتيني، اللي الدار اللي كريناها كنقول الكوزينه ناقصه. خوتي هذا المسمن هو الملوي، هذا الملوي هي الطريقة ديالو. الملوي في ألمانيا. صافي وكنبقاو اخوتي الطريقه الاولى هذه، وكنتبعوا عليها كل شيء حتى كنساليو. صافي اخوتي نفس الطريقه كنبقاو نكرروا فيها. وانا اخوتي راه كنقرضوا هذه هي نقرصوها،
صافي هنا اخوتي راه واجد هذا تبارك الله كيجي زوين اخوتي.